The Promised Land، فيلم دنماركي دراما وسيرة ذاتية، إنتاج 2023، مدة الفيلم ساعتين، لا يصلح لمن أعمارهم أقل من 18 عاما، متوفر للمشاهدة. الفيلم شارك في عدة مهرجانات وفاز بخمس جوائز. قصة الفيلم: في إطار من الدراما التاريخية يدور الفيلم حول السيرة الذاتية للودفيك كاهلين ورحلة السعي في تحقيق حلم حياته بالجمع بين الثروة والشرف. العنوان لعرض الفيلم: ملحمة تاريخية رائعة بدون تجميل. السيناريو والحوار: ينجح السيناريو في تحقيق التوازن المطلوب. السيناريو مقتبس من رواية، بناء تقليدي كبداية ووسط ونهاية. بداية بتعريفنا بالشخصيات والخطوط العريضة للحبكة والسرد والعمق. رجل متقاعد يتحدى جذوره المتواضعة، يترقى إلى رتبة نقيب وحصل على وسام خدمته العسكرية في الدنمارك في منتصف القرن 18. رجل فخور يتمتع بالدافع والطموح، يقدم اقتراحا لزراعة أرض قاحلة بلا أمل وبدء الاستيطان هناك، وهو مشروع مربح محتمل. يسخر المحاسبون في الخزانة الملكية من فكرة ضخ المزيد من الأموال فيما يعتبرونه قضية خاسرة، لكنها يعرض تمويل المشروع من معاشه الخاص ويطلب لقبا نبيلا ومنزلا في المقابل. ونظرا لأنهم لا يرون أي فرصة للنجاح فقد وافقوا على ذلك، معتقدون أنهم قادرون على إبقاء الملك سعيدا بدون إنفاق. وبعد ذلك ندخل في وسط الأحداث والصراعات مع عدم وجود أي شيء سوى حصان وخيمة ومسدس لحماية نفسه من قطاع الطرق وبعض الأدوات اللازمة لاختراق الأرض الصلبة والتي يعتقد أنها ليست سوى رمال وصخور. يقيم معسكرا ويتغلب على الظروف الجوية الصعبة، عناصر قاسية، وفي نهاية المطاف وجد التربة التي يمكن خلطها بالطين من شاطئ البحر لزراعة البطاطس، وهو محصول استورده من ألمانيا. يظهر الصراع مع أحد النبلاء يشكل عدوا لدودا له، قاضي المقاطعة الذي أضاف حرف دي إلى اسمه ليجعله يبدو أكثر أرستقراطية، مالك الأرض الوحشي الذي يعامل خدمه مثل الحيوانات ويغتصب أي خادمة من اختياره ويقتل أي خادمة أيضا. يستغل هذا البعد عن كوبنهاجن لتجاهل النظام الملكي والمطالبة بالأرض على أنها ملكه. عندما وقف النقيب في وجهه وأصر على أنها أرض الملك، أثار إعجاب ابنة عم القاضي التي أجبرت بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها عائلتها على الزواج من القاضي. وبعد ذلك ندخل في فصل النهاية. استنادا إلى الرواية، يقدم السيناريو السرد بكفاءة وتعريف واضح للشخصيات. الفيلم ينجح في الجذب إلى التحديات المتزايدة التي يواجهها، حيث يلعب القاضي ورفاقه دورا قذرا بشكل متزايد، حيث يقومون بتجنيد مجموعة من القتلة للمساعدة. الإخراج والتصوير والإضاءة: الفيلم مليء باللوح الفنية ذات التكوينات الرائعة، تقريبا كل مشهد به لقطات فنية رائعة. المخرج أبدع في الديكوباج اللي هو تقسيم المشهد إلى لقطات. الإخراج متوازن وكلاسيكي في أغلب مشاهده. الستوري بورد رائع، المخرج استغل كل أدواته المتاحة بمهارة. التصوير اعتمد على الشاشة العريضة وده تأثيره كان ذو وزن كبير. المناظر الطبيعية الوعرة والتناقض أيضا. الإضاءة متميزة، خصوصا استخدام الإضاءة القاتمة أغلب الفيلم مع ألوان رمادية بتعكس الأجواء العامة. الموسيقى اختيارات جيدة جدا ومناسبة للأجواء العامة بالفيلم. المونتاج قاطع سلس بدون مشاكل. الديكور متميز، وخصوصا أن الحقبة الزمنية اللي بيدور بها الفيلم بها ثراء على مستوى الديكور وده أضاف لصورة الفيلم الزخم المطلوبة. الممثلين: في حين أن بطل الفيلم حقق مسيرة مهنية قوية في الأفلام العالمية منذ أن لفت الأنظار باعتباره شريرا يتمتع بشخصيته في كازينو رويال إحدى أفلام جيمس بوند، فإن الأفلام من موطنه الأصلي الدنمارك مثل The Hunt، Another Round وهذا الفيلم تستمر في إظهار نطاق الممثل على أفضل وجه، وهو يلعب دور الابن غير الشرعي لأحد النبلاء المصممين على رفع مكانته، فهو يفرض القوة البدنية والتأمل الروحي على شخصيته بملامح وجهه الجامدة والمعبرة. النساء أيضا في القصة على الرغم من تساويهن في بعض الأحيان مع قدرة الرجال على الإفراط الدموي، إلا أنهن يجلبن حياة أكثر أملا في ظروف الأرض القاحلة التي لا ترحم. الرجال مدفوعون بالكبرياء والجشع والنساء مدفوعات بالحاجة الأساسية للبقاء. ابنة عم القاضي المحاصرة في قفص مذهب من قبل أب جشع يصر على زواجها من أجل المال، ترى في بطل الفيلم بديلا للمصير الذي لا يطاق وهو الزواج من ابن عمها. وهناك الخادمة التي تعمل على التخلص من محنة حياتها السابقة كخادمة عند القاضي، لكنها توضح للنقيب منذ البداية أنها مساوية له وليست خادمته. ثم هناك الطفلة الصغيرة اليتيمة يضطهدها السكان المحليون بسبب بشرتها الداكنة. جميع الممثلين أدائهم متميز جدا، أول البطل إلى الأدوار المساندة وحتى المجاميع. توجيه متميز من المخرج والسيناريو. الفيلم ينجح في إظهار أن الأعمال التاريخية يمكن أن تكون قوية ومثيرة عاطفيا. الفيلم غني بموضوعات الطبقة والعنصرية والاعتداء والاستغلال في العمل والعنف. عائلات مختارة، إنتاج جميل يعرض رواية القصص القديمة المؤكدة دون أي تجميل. فيلم أوروبي غرب متوحش مفعم بالحيوية، ملحمة موسعة وشاملة تحمل الأمل في قلبها
والبؤس تحت أظافرها. تقييم للفيلم هو 7.5 من 10.